باسمي وباسم عشائر دبات ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي الذي قامت به مديرية إجرام البصرة بقتل شاهد. هذا الشاهد حضر بنفسه من أجل إدلاء بشهادته حول قضية قتل، وحضر لإدلاء بشهادته في مديرية الإجرام خلال 10 أيام. قبضوا على المتهم وأدلى بأفادته وحدثت الكشف الدلالة وطلعوا المجرمة وعشيقها وحددت مكانات مسرح العملية. راجعنا مديرية الجرائم قال احنا ما باقي بس قرار القاضي المختص بهذه القضية على إطلاق سراحه، لأنه بعد انتفت حاجتنا له بس على مود أنه يشخص هذا الشخص، لأنه هو ذاك اللي لزموه بسليمانية. يعني للأسف الشديد هذه الحالة الثالثة خلال أسبوع، المتوفى الدبي من خلال حالتين علي أكرم وهشام. هذه الحالات الثلاث قد جرى نحبها في مكتب مكافحة الجرائم في البصرة. للأسف الشديد طالبنا أكثر من مرة أن يأتي وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، لكن للأسف الموضوع يتفاقم يوما بعد يوم. نحن نطالب من خلال قناة دجلة أولا أن يأتي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ويشوف بنفسه على قضية التحقيق في سجون البصرة وبالخصوص مكافحة الجرائم. ابن بنفسه راح للإجرام بنفسه يستفسرون منه، فمن وصل لهم صار ظل 10 أيام أو 9 أيام. البارحة ذبوه بالمستشفى وما حضروا عليه، وحتى الدكتور يدري انه هذا ميت ما سلم منه. عمي شنو اللي مسوين اهل البصرة؟ هاي فاجعة كبيرة لأهل البصرة، فاجعة كبيرة. 4 أشخاص أو 5 ينقتلون خلال أسبوع، ويا محافظ البصرة أنت المسؤول أمنيا، دم البصراوي هيك رخيص؟ شرطي ضابط مستبد يتم أطفال العالم، يجوز هذا الشيء؟